الخبر، وهو عبارة عن تصريح على لسان سفير مبادرة حياة كريمة وهو مصطفى زمزم. قال إن الدولة المصرية توفر حياة كريمة حقيقية ل 58 مليون مواطن يقطنون 4584 قرية بالريف المصري من خلال مشروعات طرق ومدارس ومشروعات بنية أساسية وتحتية وتطوير وبناء الإنسان المصري، ويستفيد من المبادرة 58% من إجمالي سكان مصر وبتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه. وتركز حياة كريمة على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وجميع القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم. أنا عايزة أقف عند موضوع حياة كريمة. ده طبعا. لأنه حياة كريمة، خليني أتكلم مع حضرتك، اللي أنا تابعته يوم ما السيد الرئيس شاهد اصطفاف المعدات وشاف الشركات، وبعد كده شفنا يوم الخميس واللي حصل، وجدت أنه ويوم الخميس صباحا قبل الاحتفالية بالليل كان الرئيس في اجتماع مع كل رجال الأعمال المشاركين في حياة كريمة. لو بنتكلم على 700 مليار على 58% من إجمالي سكان مصر، وأجد أنه مش بس الدولة وتنسيق الوزارات مع بعضها، لا، وقطاع خاص ومجتمع مدني وقوات مسلحة، يعني مشروع أعتقد أن ده أضخم مشروع بيحصل في مصر. طبعا ده يعني هو مشروع القرن، هو أضخم مشروع في مصر بيحصل خلال القرن الماضي والقرن اللي جاي كله. احنا لو شفنا هنلاقي فيه تنسيق بين لأول مرة يحصل داخل الدولة بين القطاع الخاص والحكومة وأيضا قطاع العام وقوات المسلحة، زي ما حضرتك قلت كله بيشتغل في منظومة واحدة لإعادة تأهيل القرى المصرية مرة أخرى. احنا يعني زي ما اتكلمنا في البداية ان في حالة، كان في حالة انهيار. احنا لو شفنا حتى كانت الناس لسه من وقت قريب بتستغيث تقول لك احنا عايزين مثلا في القرى يا ريت يجي خط مياه حلوة، يا ريت الطريق اتسفلت من اول الطريق لغاية البلد عندنا. احنا داخلين على جمهورية حديثة، جمهورية جديدة اللي دشنها سيادة الرئيس. الجمهورية الجديدة دي ما ينفعش ندخلها والمواطن المصري مش واخد او مش عايش حياة كريمة، مش عايش حياة تليق بهذه الجمهورية، مش عايش حياة تليق بجمهورية مصر العربية في الوقت الحالي اللي هي اصبحت القوة الفاعلة وعمليات التطوير والتحديث. التطوير والتحديث ده كان زمان بيتم ان احنا بنلاقي في بعض المحافظات يتم رصف طريق مثلا ولا حاجه يقولك ان في تنميه، لا، هو التنميه دلوقتي التنميه في كل مناحي الحياه داخل جمهوريه مصر العربيه، ما هياش في المحافظات فقط، ما هياش في المدن الجديده فقط، لا، ده في الريف المصري يعاد تاهيل وبناء الريف المصري مره اخرى، لان ده بيمثل زي ما احنا عارفين 58 مليون مواطن، حياه 58 مليون مواطن يجب ان تكون حياه كريمه، يجب ان هو يلاقي السكن اللي يقدر يعيش فيه، المريح الآمن اللي هو يعيش فيه، يجب أن يلاقي الصحة تبقى في وحدة صحية موجودة عنده في أي لحظة تعب لا قدر الله أو أي حاجة، يلاقي الصح، يلاقي مدرسة، يلاقي مركز شباب الطفل يطلع يتدرب فيه ويؤهل نفسه رياضيا ويؤهل نفسه فكريا أيضا. هو الحياة كريمة عند بناء المدن أو تطوير الريف المصري، هو بيطورش الريف المصري بس، هو بيطور حياة الإنسان كمان، بيطور سلوك الإنسان، هو إعادة بناء الشخصية المصرية وإعادة بناء المواطن المصري بطريقة سليمة. احنا للأسف شديد في بعض الأحيان فقدنا السلوك المصري المتعارف عليه من زمان، انما دلوقتي في الوقت الحالي إعادة البناء دي حتى لو بنشوفها في المناطق العشوائية، لما كان تم القضاء على المناطق العشوائية، هو مش قضاء على مناطق عشوائية فقط وان احنا ندي الناس شقق في اماكن آمنة او اماكن حديثة، لا، انت بيتم تغيير سلوك المواطن نفسه، اسلوب الحياة نفسه، وهو المواطن بعد كده هو اللي بيساعد على حفظ وحماية المكان اللي هو عايش فيه ونظافته، وأيضا الأطفال والنشء الجديد بيطلع في بيئة نظيفة صحية.
بيقدر ان هو يغير من سلوكه ويغير من سلوكه. إذن في المستقبل هيبقى الأطفال دول وهيبقى الشباب وهيبقى الناس كلها يعني عايشين حياة كريمة بإذن الله إن شاء الله. أنا بس اللي حبيت الموضوع من كل المشاهد اللي بشوفها التنسيق ما بين كل الأطراف يعني بالزبط. كل أنا شايفة كده يعني زي ما تقول حضرتك كده سيمفونية ما بين الجميع، كل واحد عارف دوره هو هيلعب إمتى هيدخل إمتى يعني في كده سيمترية جميلة يعني.